السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي، أهلا بيكم من مطبخي. احنا النهاردة ما عملناش وصفة أكل يعني، بس عملنا حاجة ممكن تنفعنا السنة كلها. فرضنا فلفل ألوان وورق العنب. تعالوا معايا يلا عشان نشوف احنا عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بيكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا ما فيهوش وصفة، بس في طريقة تفريز بعض الخضروات ان شاء الله بإذن الله كل يستفاد منه. يعني هو اكيد الناس كلها بتعرف تفرز الخضروات، بس النهاردة في بس ايه، يعني بذكركم ان اليومين دول الفلفل الالوان كتير قوي في السوق وسعره حلو وجميل جدا. ورق العنب قرب يخلص، يعني يا ريت نلحقه قبل ما ينزل بقى الورق الخشن ده. ورق عنب بناتي اهو انا غسلاه ومصفياه اهو، ان شاء الله انا وريتكم قبل كده لما عملت ورق العنب، وريتكم انا اللي كنت مفرزاه من السنه للسنه كان شكله عامل ازاي. هنحتاج معانا الادوات اللي هنحتاجها عشان خاطر نشتغل في الحاجتين دول، هنشتغل في حاجه حاجه طبعا. هنحتاج استرتش، بكره استرتش، اكيد طبعا دلوقتي مفيش بيت ما بيبقاش فيه بكر الاسترتش ده. وهنحتاج اكياس ثلاجه بتاعه التفريز. بالنسبة للفلفل انا هفرزه وهبحطه في اكياس وبحطه في الديب فريزر بتاعي، واطلع واقطم منه حتة قطعة يعني اخد اشتغل بيها. بالنسبة للورق عنب احنا بنفرزه وبنلفه في استريتش وبنضغطه علشان خاطر ما يتكسرش، لان انا مش بسلقه، انا بشتغل بشيله وهو اخضر كده وبيطلع برضو بعد سنة اخضر زي ما هو. هنظبط الدنيا بقى ونسمي الله ونشوف كده هنبدأ في ايه. رجعت معاك حبايبي. احنا دلوقتي هنجيب ورق العنب بتاعنا، لو هو مفرط زي ده كده هو مش متربط يعني مش معمول ربط، هنعمل بقى كالآتي اهو. هنجيب ورق العنب بتاعنا ونستفه بقى كده، نرصه كده فوق بعض اهو بالشكل ده كده. على فكرة انا جربت يجي 3 4 أو 5 طرق لتجفيف ورق العنب او لتفريز ورق العنب. انجح طريقة نفعت معايا هي دي. قلت برضو اقول لكم يعني على المعلومة دي. ممكن لو احنا نحب ممكن نقطع العنقود ده نشيله، يعني ملوش لازمة، بس نشيله ونشيله في كيس ونحطه في الفريزر. فانا اختصارا للموضوع بقى قلت ايه، عشان انا بصراحة مش قادرة ان انا اقعد كتير يعني اعمل كده افضل اشيل في العناقيد، لا احنا هنرصه كده بالشكل ده كده، وبعد ما نخلص رصه هنضغطه في الاسترتش زي ما هو، ولما ان شاء الله نيجي وعلينا خير كده نطلعه من الفريزر بتاعنا ونيجي نشتغل فيه باذن الله هنشيل العنقود بتاعه، على اساس ان احنا نستفيد بيه ان احنا نحطه في قاع الحلة او في قاع الطاجن اللي احنا هنشتغل فيه. تمام. انا بقى عشان ما تقلش عليكم هنخلص، هرص ورق العنب كده كله على بعض، يعني انا بوريكم بس ايه كده مبدئيا احنا بنعمل ايه اهو. هنرصه بالشكل ده كده كله على بعض وهنجففه بفوطه كده واحنا شغالين، لان هو لسه فيه شويه ميه يعني، مع اني مصفياه بقى لي اكتر من ساعتين، بس هو عشان محطوط على بعض واحنا بقى شغالين نفرز بقى كده. يعني ورقه زي كده مش مظبوطه نشيلها اهو، نحط بس الورقة كويسة. اي ورقة احنا شايفين ان هي مش مظبوطة نشيلها على طول. انا جربت تفريز ورق العنب في ازازة البيبسي، وجربته في البرطمان، وجربته كمخلل يعني محطوط مخلل، وجربته ان انا اسلقه واحطه في الفريزر مسلوق. يعني عيبه ان هو بيطلع بعد ما بيتسلق ونحطه في الفريزر ونيجي نطلعه عشان نحشيه بنلاقيه خرم. انا بصراحه خرم معايا ما نفعش معايا، لان انا بجيب ورق عنب بناتي، فورق العنب البناتي معروف ان هو بيبقى خفيف وما بيتحملش، فبصراحه قررت ان انا ما اعملش بقى الحكايه دي تاني، وان انا اعمله بالشكل ده كده ان انا اجففه وهو ني كده، بيكون افرزه وهو ني، ده بيكون افضل طبعا جدا من ان انا افرزه وهو مستوي. وبتاع الازازة كان طعمه رديء جدا جدا، كان طعمه صعب قوي ما عجبناش. وبتاع البرطمان طلع مهري،
رغم ان احنا يعني مش قادره اقول لكم، كنت مش مزوده له خل، بس طلع مش حلو خالص. الاسود ده تلج من التلاجة عندي، مش ده كده مش بايظ يعني، دي الورقه مش بايظه، لا هي تلجت من التلاجة عندي، درجه حرارتها كانت منخفضه شويه زياده، فتلجت شويه حاجات عندي في التلاجة يعني، ده كده مش بايظ، اللي هو ده كده مش بايظ. طيب انا عشان ما اطولش عليكم هروح اكمل تستيف ورق العنب بالشكل ده كده وارجع لكم. دلوقتي انا خلاص كده رصيت ورق العنب بتاعي، انا الكيلو بقسمه على 3 وجبات، يعني الربع بيبقى قليل والنص بيبقى كتير، فبعمل الكيلو على 3 مرات. عندي هنا بص بقى ورق العنب دوت اللي هو شكله مش مظبوط، دي كويسة اهو، ده كده انا شلته او اللي هو مكسر يعني، ما شاء الله هو ورق عنب حلو بصراحة اللي انا جايباه، ما فيهوش فاقد كتير يعني. انا خليت بس كده هنا عندي كام ورقة كبيرة علشان خاطر احطها على الوش كده وانا بلفهم اهي عشان يتلف كويس بالشكل ده كده. هنسمي ده بقى كده وهنجيب الاسترتش بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. هو ما فيهوش اي افتكاسات يعني، هو اي حد يقدر يعمله، وحاجة سهلة وجميلة جدا جدا، والطريقة دي بصراحة يعني انجح طريقة لتفريز ورق العنب بالنسبة ليا انا كغدا يعني، دي انجح طريقة لتفريز ورق العنب يعني، انا عملته بكذا شكل وبكذا حاجة زي ما قلت لحضراتكم في الاول، وبصراحة دي انجح طريقة نجحت معايا، ووريتكم عملي قبل ما اشتري ورق العنب، ووريتكم محشي ورق العنب اللي انا عملته كان شكله عامل ازاي. احنا ممكن نحطه في كيس، بس كيس ممكن نطلعه مكسر، ميزة الاسترتش بقى ان هو بيطلعه اخر ظبط. هوري بقى حضراتكم دلوقتي هنعمل ايه. ادي الاسترتش بتاعنا، احنا فردناه كده، هناخد ورق العنب بتاعنا كده اهو اهو، هنحطه هنا كده وهنعمل ايه، هنلفه كده اهو اهو، تابعوا معايا كده اهو، هنلف كده من الجناب عشان الحروف دي ما تتكسرش، شايفين يا اخواتي كده اهو، بصوا هنلف كده الاسترتش كده اهو اهو، شايفين ازاي، طريقة سهلة جدا جدا، ما بتاخدش وقت، الوقت كله في تفريز ورق العنب، في غسيله وفي تستيفه يعني رصه بس. نحرك بقى كده هنا، ادي لفة ورق العنب اللي هتعمل لنا حلة حلوة، هنلف حبة كمان قدامكم اهو عشان خاطر ايه يبقى الكل شايف. طريقة سهلة جدا وجميلة جدا، ان شاء الله اما نيجي نطلع ورق العنب هيبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل وبسيط. احنا اهو واحنا بنحطه نلفه كده ونلف كده، نطلع عليه بالاسترتش بالشكل ده اهو، وناخد بقى من الجناب كده ونلم اهو، نلم من هنا كده، ده اللي احنا بنخاف عليه ان هو يتكسر اهو. طريقة سهلة جميلة جدا اهو، ادينا خلصنا ورق العنب مع بعض. ادي ورق العنب بتاعنا، عشان بس ما حدش يقول ده شغلانة ده متعب ده كذا ده كذا، ولا الهوا، هتجيبي هتجيبي ان شاء الله، حتى تجيبي 3 4 كيلو هتخلصيهم في وقت بسيط جدا اهو، بنضغط عليه كده واحنا بنلفه، بنلم من الجناب اللي احنا ممكن لما يتحط في الفريزر ويتحرك، يعني مثلا بنجيب حاجة من الفريزر بنحرك الكيس كده شمال يمين عشان ما يتكسرش معانا. انا والله طلعته وريته لكم، مفيش فتفوته مفيش فتفوته متكسره في قلب الاسترتش اهو،
كده احنا خلاص فرزنا ورق العنب. طريقة سهلة جميلة جدا اهي، حاجة يعني ما فيش اروع من كده. نروح بقى نقطع الفلفل مع بعض عشان يشيله هو كمان. احنا اهو جينا عشان نعمل بقى مع بعض نفرز الفلفل الالوان. احنا طبعا هنقطعه التقطيعة اللي هتناسبنا، يعني الطريقة اللي احنا عايزينها. احنا طبعا الفلفل الالوان ما بنستخدمش فيه الحاجات دي اهي، القلب بتاعه او البذر بتاعه، عشان هو بيكون يعني بيمرر شوية اهو. اللي هعرف اشيله بايدي اشيله، واللي هعرف اشيله بالسكينة هشيله، ما فيش مشكلة اهو بالشكل ده كده. احنا بقى هنشوف احنا عايزينه متقطع ايه. هنشوف عايزينه متقطع جوليان. السكينة دي مش هتسعف معايا، مع انها حامية، بس الفلفل الالوان معروف ان جلده سميك اهو. هنقطع بقى التقطيع اللي تعجبنا. احنا عايزينه جوليان كده هنقطعه جوليان، عايزينه مكعبات كده. يعني في حاجات بنستخدمها كده وفي حاجات بنستخدمها كده، زي ما نحب يعني اللي يريحكم. انا بقطعه كده كله جوليان، ولما باجي اشتغل يعني ممكن اطلعه وهو في مثلج وابدا اقطع فيه اهو. جميل جدا جدا والله، وبينفع بقى في الشاورما، ينفع في السندوتشات اللي هي معموله كريبات، بينفع في حاجات كتير جدا والله يعني، ومغذي فيه كميه فيتامينات حلوه قوي اهو. انا ممكن بقى هعمل الاحمر لوحده والاصفر لوحده واشيلهم في الفريزر، ولما اجي اشتغل اشوفها انا عايزه ايه اني لون، وممكن نعمل ميكس بين اللونين يعني، ما فيش اي مشكله اهو. انا بقطعه كده، نقطع اصفر معانا. انا كان قدامي كبير قوي، بس انا بصراحه يعني ايه ماشيه مع معلومه ان لما الثمره تكون صغيره تكون افضل مما تكون كبيره قوي. يعني اي ثمر احنا بنشتريه يا ريت اما نشتريه ما تبقاش الثمره كبيره ضخمه كده، لا تبقى الثمره متوسطه الحجم، لان التانية دي الكبيره دي بتبقى قعدت وقت كتير على الشجر عشان توصل للمرحله دي. لا انما الحاجات الصغيره بتبقى اول ما تنضج بيشيلوها على طول، ما بتاخدش بقى وقت على الشجر يعني. انا عارفه يعني ان دي حاجه بسيطه، موضوع تفريز الفلفل وورق العنب والحاجات دي، بس يعني كل واحد كلنا بنفكر بعض وبنذكر بعض يعني. يعني انا بفكركم اللي ناسي يشيل فلفل، اللي ناسي يشيل ورق عنب، اللي ما عندوش فكره مثلا ان الفلفل الالوان دوت بيتشال، لا احنا بنشيله بنفرزه يعني وكده، عشان خاطر لما يكون كيلو. يعني انا جايبه كيلو ب 10 جنيه، وكان فيه الكبير قوي كان ب 15، فلا انا جبت اللي هو الحجم دوت اللي انا عاجبني يعني، انا الحجم الصغير ده، وفي نفس الوقت وفرت 5 جنيه في الكيلو. ممكن بيوصل بقى، بنيجي احنا في وقت بنبقى عايزينه بنبص نلاقي الكيلو واصل ل 25 جنيه، ل 30 جنيه. طب ليه؟ ما احنا اهو ممكن ب 30 جنيه دي نجيب 3 كيلو، حق كيلو ونشيلهم دلوقتي. انا ممكن بس عشان ما اطولش عليكم حبايبي اروح اكمل تقطيع الفلفل ونشيله بقى في الاكياس مع بعض. خلاص احنا قطعنا الفلفل بتاعنا اهو، قطعناه كله جوليان بالشكل ده كده. ولما نعوز بقى ان احنا نقطع قطع صغيرة بعد ما نطلعه من الفريزر وهو متلج هنقطعه، مفيش اي مشكلة. هنسمي الله بقى كده ونشيله بقى في اكياس تلاجة، طبعا ايديا نضيفة اهو. انا هشيل الاحمر لوحده والاصفر لوحده، او ممكن اعمل ايه يعني اعمل ميكس كده، اعمل واحد اصفر واعمل واحد احمر واعمل واحد ميكس بين الاثنين.
ده احسن وقت يا جماعة ان احنا نشيل فيه الفلفل الالوان، علشان خاطر هو ما شاء الله كتير قوي في السوق دلوقتي. يعني انا قلت ايه نذكر بعض يعني. انا عملت ميكس في دوت. اهو ممكن حضرتك بقى تحبي تربطيه، مفيش مشكلة، تحطيه تطبقيه كده وتربطيه في الفريزر بتاعك، مفيش أي مشكلة. أهو أدي ورق العنب بتاعنا، يعني إن شاء الله يا رب بإذن الله تفريز ورق العنب والفلفل الألوان النهاردة بإذن الله. يا رب تكون استفدتوا منه بحاجة يعني، وإن شاء الله بإذن الله لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.